jungle. أول شيء نبدأ به بالإفطار هو تناول الرطب أو التمر لاحتواء على كمية كبيرة من الماء وأيضا احتواء على السكريات البسيطة اللي راح ترفع الجلوكوز في الدم وتديني نشاط والشعور بالحيوية. أيضا احتواء على عنصر الكالسيوم المهدئ للأعصاب، وأيضا نتناول كأس من الماء حتى نرتوي من العطش، ومن ثم نتناول صحن السلطة صحن الشوربة، وهذا هو الأساس في الإفطار حتى نحافظ على صحتنا.